ميه ما تشغليش بالك بيها وتعملي مقامك من مقامها. دي لا فنانة ولا ممثلة ولا حاجة خالص. اوه يا ربي، هو انا مش ناقد واعرف كل الحاجات اللي في الحاجات؟ لا ابدا ابدا، الحكاية وما فيها ان شوية الفساتين اللي فضلت تغير فيهم 100 مرة طول الفيلم هم اللي عملوا لها جو وخلوا الناس يلتفتوا ليها. طبعا. وعلى فكرة بقى، انا قدرت اعرف عن طريق مصادر السرية هي جابت الفساتين دي منين وازاي. طبعا راجل مليونير يا ستي، تاجر ادوات صحية هو اللي جابهم لها. عربون محبة. اه طبعا قطعا، لابد انا لازم انشر كل الحاجات دي، لان الجمهور من حقه يعرف الحركة الفنية ماشية اليومين دول ازاي وبتلبس منين. طبعا ربنا يوفقك. شكرا. عفوا. صباح الخير يا سعاد. صباح الخير يا استاذ عادل. الاستاذ شكري عنده حد؟ اه عنده اجتماع مهم وقال لي ما تدخليش حد. اجتماع مهم مع مين؟ حرام عليك يا استاذ عادل، غلطتني تاني. هو انا اوعى بقى ما تجيش عيد ميلادي. وده معقول برضه؟ ده عيد ميلادك اهم حدث فني بستناه من السنه للسنه. كل سنه وانت طيبه. سعاد، الاستاذ ما خلصش الاجتماع لسه؟ لا طبعا. لا طبعا. طب وبعدين؟ طلقتني تاني يا استاذ عزمي. ما تزعليش، حقك عليا. حقك. بقول لك ايه؟ المقال ده نازل بكره، لازم يشوفه وينزل الجامعه حالا عن اذنك. يا استاذ عزمي. يا حلو انت يا حلو. ايه ده؟ استاذ ابو عزمي. مدام نورهان نجمه السينما الاولى. الاستاذ عزمي ابو العزم رئيس قسم التحقيقات عندنا. شرف. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ما تقعد يا عزمي. ده الموضوع اللي المفروض انه هينزل بكره ومعاه الصور بتاعته. اه طيب استاذن انا بقى عشان اسيبكم تشتغلوا. ما بدري. معلش عندي ميعاد في الاستوديو. مع السلامه. باي باي. توفيق. باي باي. تشرفنا يا استاذ عدني. باي. نورهان دي بتتقدم بسرعة وهتبقى أكبر نجمة سينمائية في خلال سنة بالكتير. ربنا يوفق الجميع. أصلها كانت جاية تعزمني على عيد ميلادها. تعيش تفتكر، بس يا ريت حضرتك تقرا الموضوع بسرعة عشان نلحق الجامعة. أنت كاتب الموضوع ده عن إيه؟ عن الناس اللي بيوتها اتهدت وما بقوش لاقيين حتة يقعدوا فيها هم وأولادهم، وعايشين في خرابات وعشش ما يقبلش يعيش فيها كلاب. والصور دي بتعبر عن مدى البؤس اللي هم عايشين فيه. بؤس ايه وعشش ايه بس يا عزمي؟ معقول ننشر للناس مواضيع وصور كلها غم وفقر وكآبة بالشكل ده؟ دي الحقيقة؟ ما هم عارفينها وعايشين فيها، ننشرها لهم تاني ليه؟ عشان نجبر المسؤولين يشوفوا لهم حل. وانت فكرك ان المسؤولين ما عندهمش علم بكل ده؟ عندهم طبعا، دول عارفين حقائق اكتر من اللي انت كاتبها، بس اكيد ما عندهمش حل والا ما كانوش سكتوا. بصرف النظر عن علمهم وسكوتهم، احنا لازم نتكلم. نتكلم نقول ايه؟ ولمين؟ للناس. الناس عارفين كل حاجة أكتر مني ومنك، وعشان كده مش لازم نزود همهم، بالعكس، احنا دورنا كأجهزة إعلام إننا نسرع ونهون عليهم. يعني نخدعهم بالكذب. يا سيدي ما حدش قال لك اكذب ولا اخدع، بس مش لازم كمان نسودها ونقفلها في وش الناس بصور ومواضيع كئيبة زي دي، لأننا بالشكل ده هنحبطهم وهنخليهم يبطلوا يقروا لنا خالص. ده منطق غريب حقيقي. ده منطق واقعي يا استاذ عزمي، ومش انا اللي بفرض المنطق ده، لا دي ارقام التوزيع هي اللي بتقول كده، لان الناس للاسف بتهرب من اللي بيواجهها بحقيقتها المره وتحب دايما اللي يخبي عنها الشيء الوحش المقبض. طيب ما دام المساله بالشكل ده يا استاذ شكري، يا ريت ننشر مع الموضوع الرزق الكئيب بتاعي ده 3 4 صور لكام رقاصة كده بالمايوه،
ويا ريت كمان ناخد رايهم ووجهه نظرهم في مشكله الناس الغلابه العدمانين الصدمانين اللي بيوتهم بتقع على دماغهم ودماغ اهلهم لحد ما بقوا يا حرام مش لاقيين عشه صغنونه كده يعيشوا فيها. انت بتتريق على كلامي يا عزمي؟ يا اقل حاجه ارد بيها على اللي بتقوله حضرتك يا استاذ شكري. والعلم سيادتك الموضوع بتاعي ده لو ما اتنشرش زي ما هو انا هتوقف عن الكتابه نهائي وهوصل الموضوع للنقابه ولاعلى المستويات. عن اذنك. لا مالكش حق يا عزم، ما كانش في داعي يا راجل تشد معاه للدرجات. يا راجل بلاش كلام فارغ. صباح الخير يا شباب. الشباب. سمعت اخر الاخبار؟ خير. جاءنا من مصادر موثوق فيها ان في تغييرات في المناصب الصحفيه الكبرى، واول واحد في اسم المقلوشين صحفه اللي هنا. ايه ده؟ شكري بيه؟ طبعا. قديمه. بقالنا سنتين بنسمع اشاعات عن شيله وتغييره ودي قاعد زي ما هو. بس النوبه دي مش اشاعه، دي حقيقه من مصادر موثوق فيها جدا جدا جدا. طب قول لي هيجيبوا مين بداله؟ والله هو في ثلاثه مرشحين من خارج المؤسسه. مين هم؟ في الاستاذ عبد الهادي حسنين والاستاذ عاطف رزق والاستاذ صلاح عبد الرازق. اه يا ريت يجيبوا لنا عاطف رزق. لا انا بقى ارجح صلاح عبد الرازق. اه انت تفتكر هيجيبوا لنا مين يا عزم؟ يجيبوا اللي يجيبوه. وعزمي مالك؟ مش عارف. طب انت علاقتك ايه بالثلاثه دول؟ برضو في بينك وبينهم مشاكل؟ اه وكلهم حصل بعضه. الكرسي هو الكرسي، ما تفرقش بعد كده مين اللي هيقعد عليه. بابا بابا عايز جنيه. ليه؟ هجيب قلم وكشكول. طيب يا سيدي بقول لك ايه؟ انا نمرك في الشهاده بتاعت الشهر ده مش عجباني، خصوصا الحساب. احنا مالناش ذنب يا بابا، استاذ حسام ما جاش من اول السنه غير ست حاسس بس. طب يلا بلاش حجج يا وانت، عايز نمرك الشهر ده تكون احسن بكتير. حاضر. على فكره خالد كلامه صح، معظم اولياء الامور بيشكوا من حكايه غياب المدرسين. انت لازم تكتب في الموضوع ده، مش معقول يغيبوا طول السنه ويجوا على اخر شهر يكربسوا كل الدروس على دماغ التلامذه. وعايزاني اكتب الكلام ده لمين؟ للمسؤولين في الوزاره عشان يتصرفوا معاهم. شوف يا عزمي، قصدي شوف يا سهير، كل الناس عارفه كل حاجه، احنا مش لازم ننشر حاجات زي دي، بالعكس لازم ندي امل للقراء نفرفشهم ونبسطهم، الحاجات دي اللي بتسعد الجماهير، والا هيجي لهم اكتئاب ويبطلوا يقروا لنا. اكتئاب ايه وفرفشه ايه؟ انت مالك يا عم؟ ماليش، انا عايز انام. الو ايوه انا. اهلا اهلا يا فندم، اهلا وسهلا، اوامرك يا سعاده البيه. اقدر اعرف ايه السبب يا فندم؟ وفي غلط صدر مني؟ طيب اعرف مين اللي جه مكاني؟ انا يسعدني اني ابلغك واهنيك بخبر تعيينك رئيس تحرير الجورنال ورئيس مجلس إدارة المؤسسة. أنا؟ أيوة. مش معقول. مش معقول ليه؟ أنت صحفي كبير ليك اسمك وسمعتك، وده الوضع الطبيعي لأي إنسان بيحافظ على ألمه ويحافظ على سمعته. أنا متشكر يا فندم، متشكر جدا على كلام حضرتك ده. ده مش كلام، دي حقيقة والكل بيعترف بيها. يا أستاذ عزمي انت انسان طول عمرك مستقيم وعلى خلق، ودي الصفات اللي فرضت اسمك على منصبك الجديد ده، واحنا بقى عشمنا ان الجورنال يستفيد بخبرتك وكفاءتك. اهو ده حقيقي اغرب خبر سمعته خلال ال 18 سنه الاخيره. حسمي ابو الحزم ده اسمه ما كانش ضمن اي ترشيح، ازاي افتكروه ده؟ على كل حال يا حمدي، مصلحه لينا برضو ان زميلنا في الاوضه يبقى هو الرئيس الجديد، اكيد هينوبنا من الحظ جانب. ما تتعشمش قوي كده، حزم طيب وابن حلال، انما في الشغل رزل وغتت. سلام عليكم. اهلا استاذ عزمي. يا صباح الانوار والاشراق والتالق. يا اهلا. الف الف مبروك يا عزمي يا اخويا، اخيرا الرجل المناسب في المكان المناسب. يا سلام، لو كنت قدمت خطوه واحده كنت سمعت بنقول عليك ايه؟ خير. خير؟ هو انت هيتقال فيك الكل خير؟ يا سلام، انت بدون مجامله احسن واحد للمنصب ده،
لانك كفاءة نادرة وطيب وابن حلال. مش انا كنت بقول كده يا فريد؟ ده انت قلت كده واكتر. شوف الحمد لله الحمد لله. ها ها تشرب ايه؟ انا بالمناسبة السعيدة دي انا عازمك النهاردة على قهوة. قهوة قهوة ايه؟ قهوة ايه؟ قهوة ايه؟ شربات. انا حاسق المؤسسة النهاردة كلها شربات على حسابي. يا دوم كرمك فريد. على فكرة ما تنساش ان انا اول واحد بلغت بالبشارة الحلوة دي. انت؟ ايوه انا. مش انا امبارح قلت لك انهم هيشيلوا شغلي؟ ايوه بس ما قلتليش انهم هيجيبوني انا. معلش يا سيدي، اهو نص الخبر عليا ونصه عليك. صباح الخير يا استاذ عزيز. اهلا يا شكري بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دي خطوه عزيزه شكري بيك. اهلا بيك. اهلا. بعد اذنك بس كنت جاي اخد بريد اوراقي الخاصه، اسمح لي. يا خبر، معقوله ودي حاجه عايزه استئذان يا شكري بيك؟ اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا خطوه عزيزه شكري بيك. حضرتك تشرب شاي ولا قهوه؟ شكري. معقوله؟ ايوه انا رئيس التحرير. لحظه واحده. تليفون عشان شكرا. الو. ايوه انا. انا امتى؟ اجتماع يوم الخميس. خمسة إن شاء الله. إن شاء الله أكون موجود قبل الاجتماع بربع ساعة. مع السلامة. مع السلامة. معقولة شكري بيت؟ شكرا. يعني من غير شاي ولا قهوة؟ شكرا. اتفضل على كرسيك ريس. الكرسي ده مغري قوي يا عزمي. خلي بالك منه وحرص لا يقع بيك. حاتم ده عمره قصير قوي. طبعا شكري بيت. ان شاء الله مش هقعد واتركن عليه قوي عشان ما ياخدنيش وينزل. جود لك. متشكر. مع السلامه يا شكري بيه. مع السلامه. كبير قوي يا بابا، ومناسبة الترقية الجديدة. ايوه وروح اسكندرية الخميس والجمعة الجايين. لا أنا اليومين الجايين دول مش فاضي لا لسفر ولا لغيره. وبعدين حكاية اسكندرية دي خلوها في الأجازة لما تنجحوا بإذن الله. طب كنا فسحنا وعشينا في أي حتة بره. من هنا لحد ما تنتهي الامتحانات مفيش فسح ولا خروج. يعني إيه ده؟ عايز تفوت علينا حلاوة الترقية؟ أنا مش هفوتها، أنا هأجلها. لو أجلتها ما يبقى لهاش طعم يا أمير. ده حلاوتها حموتها عسل. العيال دي أنا مدخلهم مدارس بغد الشيء الفلاني. اتعلموا الالفاظ دي فين؟ واضح ان عزمي جه عايز يفسحنا في حلاوه الترقيه. عيب يا ولد. يا ترى ايه المفاجاه بقى اللي انت عاملها لي؟ ايه ده؟ انا كنت ناوي اعمل لك مفاجاه. لا اكيد اكيد. بمناسبه ايه؟ بمناسبه ترقيتك ومجلس الاداره ورئاسه التحرير. اه قلتي لي. هتجيبي ايه بقى؟ اللي تطلبيه. فستان سواري. فستان سواري ازاي يعني؟ مش عارف فستان سواري ازاي؟ لا قصدي يعني في حدود كام يعني؟ هو يعني في من حدود 500 ل 10,000 وانت طالع. 10,000؟ فستان ب 10,000 جنيه؟ وفي اكتر لو حبيت. ومين بقى اللي بيشتروا فستان بالثمن ده؟ اصحاب الحظ والنصيب. قصدك اصحاب السوابق والنصابين. جرى ايه يا عزمي؟ انت مش مرتبك زاد مع الترقيه دي ولا ايه؟ ايوه بس على الاسعار بتاعتكم دي يبقى الزياده اللي جات لي دي يا دوب تجيب نص كم. انت بتتريق؟ متشكره قوي يا عزمي. انا مش عايزه. لا 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 جرايه يا سهير، ده انا بهزر. هزار بايخ. خلاص يا ستي ما تزعليش. نجيب فستان.
ايدك دلوقتي دلوقتي، ولا ناوي تسوحني زي ما سوحت العيال وتقولي لما تاخدي الاجازه وتنجحي؟ طيب حاضر. اهو يا ستي. وبعدين ايه حكايه هتسوحني دي؟ انت اللي بتعلمي الاولاد الالفاظ الغريبه دي. عزمي بلاش تركيك وهات الفلوس. اتفضلي. ايه ده؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ بقول لك اقل فستان سواريه ب 500 جنيه. يا ستي مش لازم سواريه، هاتي نهاريم اللي بيلبسوه بالصبح. انت يعني شايف السهر نازل على ودني؟ ده احنا اخر مره سهرنا فيها في عاشوره من 3 سنين. اه بس من هنا ورايح كل ليله هنسهر في حته شكل. اشمعنى؟ الله، ترقيتك وظيفتك الكبيره منصبك الجديد. ومال وظيفتي ومال السهر؟ انا بشتغل في جورنال ولا في كباريه؟ يا عزمي اي حد في وضعك ده بيقضي 3/4 وقته في الحفلات والسهرات. النهارده ميتنج، بكره ريسبشن، بعد كوكتيل. مش معقول هظهر معاك في كل الحفلات دي بفستان واحد عدمان. طب وانت تظهري معايا ليه في الاماكن دي يا سويه؟ محدش يقدر يسهر في الاماكن دي من غير مراته. لو الحكايه كده اوعدك اني ارفض اي سهره تجيلي. مش هتقدر، لانها كلها سهرات عمل بيحضرها رجال ونجوم المجتمع، والابواب الاجتماعيه في كل المجلات بتكتب عنها وتنشر صورها. ترضى ان صوري تطلع اقل من صور سيدات المجتمع؟ الله، جاي يا سهير، الترقيه اللي جات لي دي مسؤوليه، التزام، تعب ومجهود زياده، مش خروجات وفسح. ايوه بس اي حد في منصبك لازم يعيش العيشه دي. اوعدك بقى اني مش هعيشها. ها؟ استريحتي؟ صباح الخير يا عزمي بيه. اهلا يا حسين. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لحضرتك يا بيه. خير؟ في حاجه؟ هوصل حضرتك المؤسسه. ودي عربيه مين دي؟ عربيه سيادتك. انا؟ ايوه سعاده البيه، دي مخصصه للسيد رئيس مجلس الاداره بتاع المؤسسه. الف مبروك يا سعاده البيه. اتفضل. ادي الاخبار الفنيه وادي الصور اللي هتنزل معاها. طيب عاش. كنت بقول ايه، قدمت على الشقق الجديده بتاعت المحافظه؟ وأقدم عليها بمناسبة إيه؟ بمناسبة إيه؟ هو في حد في الدنيا يطول ياخد شقة فاخرة من المحافظة وبالتقسيط المريح على 20 سنة؟ يعني تقف في الشقة بنكلة في الشهر؟ يا عم فريد دي شغلانة حجز وتقديم وإجراءات وقرعة، وأنا كمان ما تنطبقش عليا شروط الحجز، يعني الكمبيوتر هيرفض طلبي كده من أصله. يرفض؟ هو يستجري يعملها؟ يستجري ده إيه؟ كمبيوتر. ولو يا عزمي يا حبيبي، الكمبيوتر ما يقدرش يرفض طلبات الناس الكبار. ثم مهما كانت الشروط، انت عندك شرط واحد يهز اجدعها كمبيوتر. شرط ايه ده بقى ان شاء الله؟ رئيس مجلس ادارة مؤسسة من اكبر المؤسسات الصحفية في البلد. ايوه بس يا عم فريد، الكمبيوتر ده بيحسبها كده عمياني من غير ما يعرف مين صاحب الطلب. ده الكمبيوتر بتاع بره، انما الكمبيوترات اللي احنا استوردناها من الخارج برمجناها بمعرفتنا علشان تنور ومخها يفتح وما تحسبهاش عمياني زي ما انت بتقول. ده انت مصيبه سودة. ايه يا سعاد؟ خلصت الجوابات؟ طب استاذن انا بقى يا ريس، يلزمش اي خدمه؟ لا متشكر يا فندم. شكرا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه ده بقى يا سعاد؟ ايه؟ الكلمة دي شرط الجزاء مش شرط الحذاء، وبعدين دي شروط الطلبية مش الطبلية. طب ونعمل ايه؟ ما هو خط حضرتك مش واضح وانا لسه ما اتعودتش عليه. يا ستي دي حاجة بالعقل، ولا انت يعني متصورة ان انا هبعت لشركة الورق اقول لهم وافونا بشروط الطبلية؟ اتفضلي هديهم وهاتهم لي تاني عشان انضيفهم. كان عايد عليا ابن القرف ده كل شويه بهدله وترياق وجزمه وطبليه ونمليه وعرف. الخط وحش، الخط وحش.
ايه مالك يا سعاد؟ ماليش. مالكيش ازاي ده انت بتعيطي؟ لا قصدي بس متأثرة وحاسة بشوية إحباط. متأثرة وحاسة بإحباط من ايه؟ من الكلام المهين الجارح اللي حضرتك قلتهولي. أنا؟ قلتلي الكلام جارح ومهين؟ أيوة مش قعدت تقولي طب ليه ونام ليه وحزق ومش عارف ليه كده؟ أنا ما كانش قصدي أتريق عليك يا سعاد، بس أنت عارفة دي مكاتبات رسمية مهمة والمفروض إننا ناخد بالنا منها كويس. طب خلاص خلاص. حقق عليا يا سعاد ما تزعليش. لا 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 دي أول مرة أتعرض لموقف جارح بالشكل ده يا أستاذ عزمي. معلش يعني ما حصلتش جارح يا سعاد، ومع ذلك يا ستي حقك عليا. لا ما تعملش فيا كده، ما تعملش فيا كده، حرام عليك حرام عليك يا استاذ عزمي، ما تعملش فيا كده، ما تعملش فيا كده، حرام عليك حرام عليك يا استاذ عزمي. اوعدك من كل قلبي يا سعاد ان انا ما اكررش الغلطه دي تاني. اه سوري يا فضحتي. يا فضحتك ليه؟ ظاهر ان انا جيت في وقت غير مناسب. لا انا مش مناسب ليه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. هلو. اهلا وسهلا. دي خطوة عزيزة. متشكرة اوي. اهلا وسهلا. انا بس حبيت ابارك لك بنفسي. الله يبارك فيك. يا ترى الورد وصل لك والتليغراف؟ وصل يا فندم، متشكر جدا، الف الف شكر. لا العفو. حضرتك بتشربي ايه؟ لا 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 انا مش عايزه ازعجك. بصراحه انا جيت اطلب منك تشرفني يوم عيد ميلادي يوم الخميس الجاي. اه كل سنه وحضرتك طيبه. متشكره قوي. اوعى ما تجيش. انت عارفه الظروف طبعا، انا لسه مستلم الشغل ده قريب، والحقيقه ما بلاقيش دقيقه واحده بس ابقى فاضي فيها. لا 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 انا مش هقبل اي اعذار. وبعدين انا كمان مش متعود قوي على حكايه الخروج والسهر دي. اعودك يا سيدي. طيب يا ريت تخليها فرصه تانية. لا 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 هزعل قوي لو ما جيتش. اهون عليك تزعلني يوم عيد ميلادي؟ لا 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 طبعا طبعا. تحب اعزم لك المادموازيل؟ مادموازيل مين؟ دي السكرتيرة هنا سعاد، حضرتك فاهمة إيه بس؟ طيب، أوعى ما تجيش، هستناك، هزعل منك، باي. الفستان ده ما جناش منه غير اثنين، ده مستورد من باريس عاصمة فرنسا؟ وهيبقى لايق عليكي قوي قوي. ايه ده استي؟ انا؟ اه تعالي يلا. باريس؟ هيبقى لايق عليكي قوي. تعالي اتفضلي. باريس؟ اتفضلي. صباح الخير يا فاطمه. صباح النور يا مدام. قولي لي مدام ثانيه ما بعتتش حاجه النهارده؟ ايوه يا فندم، بعتت 3 تيارات وسبع فساتين من الموديل الاخراني. اه كويس قوي. بصي نعم. قولي لفتحي يحط موديل منهم بره في الفيترينا، وانت حاولي توزعي الباقي كده في حته تكون زهره شويه. حاضر يا مدام. مدام نورهان، مدام نورهان، اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. ده انت جميله قوي والله، ده انت اجمل من السينما والله. ده انت اهلا، ده انا معجبه بحضرتك جدا والله، كل افلامك من اولها لاخرها. متشكره قوي، ربنا يخليكي. اهلا. ايه ده انت اللي اخترتي الموديل ده؟ اه ياه، ده انت ذوقك حلو قوي. ربنا يخليك. الله يخليك. انت عارفه ان انا واخده اخت الفستان ده؟ لا معقوله؟ والله ده انت كده خليتيني احب الفستان اكتر. اهلا يا مدام. قولي لي هو انت زبونه عندنا؟ لا الحقيقه انا دايما بسمع عن المحل هنا، بس دايما اسمع انه نار يعني. عشان احنا ذوقنا نار. خلاص
ما دام اول مره تخشي عندنا انا هعمل لك خصم 10%. لا مفيش داعي معلش. لا 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 ده اصول بس عشان اكسبك زبون عندنا. طب هو بكام؟ 2000 جنيه انما انت تدفعي 1800 بس. بس ها يا والله ببلاش يعني. طيب ماشي مش مشكله يعني. بصي بقى اقول لحضرتك حاجه، انا ايه هسيبه هنا وهروح البيت اجيب فلوس، اصل الحقيقه انا نسيت اجيب معايا فلوس، ما بحبش انزل بفلوس كاش كتير. انا فاهماكي. خلاص حبيبتي مفيش مشكله، احجزي وبعد كده ابعتي اي حد ياخد الفستان، ابعتي الشوفير من عندك. الشوفير. احجز الفستان باسم مين؟ مدام عزمي ابو العزم. مدام عزمي ابو العزم كاتب الصحفي الشهير؟ ايوه. مش تقولي كده من الاول بقى ده كلام. فاطمه. نعم يا مدام. لفي الفستان للمدام. حاضر. لا 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 مش كده يا فاطمه. عيب عيب عيب. لا لا مفيش داعي. اصل الحقيقه الفلوس اللي معايا دلوقتي مش كفايه. مش مهم يا حبيبتي، انا ما قلتلكيش ادفعي دلوقتي. انت معاكي كام؟ ما معكيش حاجة خالص؟ 2 جنيه بس؟ 200 جنيه يا مدام، 200 جنيه. مش مهم يا حبيبتي، ادفعي دلوقتي 200 جنيه وابعتي الباقي على الأقل محلك. لا بس الحقيقة ايه؟ ما تخليهاش حكاية بقى عيب. وسمحنا هنروح فين من بعدنا؟ ايه ده؟ عجبك؟ اتجننت يا سويف؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه انا عملت ايه؟ خدتي رشوة. رشوة؟ ايوه، لما تدفعي 200 جنيه في فستان ثمنه 2000 جنيه ده يبقى اسمه نصب ورشوة وتربع كمان. ونورهان هترشيني ليه بقى؟ بترشيني انا بمناسبة ان انت مراتي. وهترشيك ليه؟ هتعوز منك ايه علشان ترشيك؟ لا يا حبيبتي هتعوز حاجات كتير قوي، اخبار وريبورتاجات وصور. ما هو لما تديكي حاجة زي كده انا بقى ما اقدرش ارفض لها اي طلب واضطر اشغل الصفحة الفنية لحسابها. فهمت يا هانم؟ ايوه صح عندك حق. خلاص مدفع لها تمن. بتقولي ايه يا اختي؟ ايه؟ انت متصوره ان انا ادفع مرتب 5 اشهر في فستان زي ده؟ وبعدين مين قال لك ان انا اسمح انك تخرجي بفستان فاضع زي ده؟ ده بكم وبرقبه و... سهير ما تستفزنيش وتحرقي دمي اكتر من كده. بقول لك ايه؟ الفستان ده بكره الصبح يرجع لصاحبته، فاهمه؟ معقول كل ده يحصل؟ لا 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 اسمحي لي يا مدام، عزمي بيكبر الموضوع قوي حقيقي. رغم ان انا متضايقه من اللي حصل ده لكن انا برضو عذراه، اصل دي طبيعته طول عمره بيخاف على سمعته وبيخاف على اي حاجه تسأله. يعني هو انا كنت بعمل معاكي جست الظريف ده عشان غرض وحش زي ما بيقول؟ لا لا ابدا ابدا، هو ما يقصدش، هو اصله دايما حمائي كده وبيحبكها قوي، بس الحكايه دي بتزعل منه ناس كتير قوي. على كده يا مدام ربنا يكون في عوني. بس رغم ان هو كده بيحبكها قوي انما طيب قوي. بعدين في ميزه بتعوضني عن كل الحاجات دي مش موجوده في كل الرجاله. ميزه ايه بقى؟ الله قولي بس كتير. ميزه ايه؟ بتحبني قوي يا خفتك. بردو؟ لا 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 بقول يا بختك يا بختك. دي ميزه ما تلاقيهاش في اي حد. تصوري من يوم ما اتجوزنا عينيه لا راحت كده ولا كده، صعب قوي تلاقي راجل قديم الزيغه. يا حبيبتي هو معقول حد يكون متجوز واحده في حلاوتك ويبص لواحده تانية؟ والله عندك حق، ما كنتش واخده بالي. انما يعني ما قلتليش انت متاكده قوي من الموضوع ده ازاي؟ ده عزمي، ده انا هو كده، ده انا مراته. عارفه لو عزمي رمش اعرف انه رمش. زوجه واعيه. الحقني يا استاذ عزمي الحقني. ايه في ايه؟ البنت اللي اسمها راويه. مال؟ اول ما قلت لها مش هقدر ادخلك الاستاذ عزمي وقفت على الشباك وعايزه ترمي نفسها. ترمي نفسها؟ ازاي يعني ترمي نفسها من ايه؟ من الشباك والله، واقفه معاها على الغدا دي اول نص. يا نهارك من اسود. يا نهارك انت بقى وانا مالي. ايه يا نهارك اسود؟ انزلي انزلي. ايه انت عندك بتعملي ايه؟ انت خليك مطرح، لو قربت خطوه واحده حمي نفسك. لا 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 ليه 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 عايزه تعملي كده في روحك؟ ومن عندي انا بالذات عايزه تجيبي لي مصيبه. لانك رايحه تقابلني وتسمعني. لا انا ما تيجي قابلتك اهو. انزلي بس انا هسمع لك وهقعد معاكي وتحت امرك، بس انزلي من عندك الاول. انزل وتخليني ادخل واتكلم معاك؟ اوي تحت امرك انزلي. ما تعملش خلصة كده، دي حاجات بسيطة يعني. ما تقلقش ما تقلقش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
اللي جوه الفرقة ما تجيلي يا بنت يا اللي جوه. اتفضلي اتكلمي. طب نعم، عايزة ايه؟ اتفضل بس اقعد استريح كده عشان نعرف نتكلم. وبعدين حضرتك متعصب قوي كده ليه؟ انا لا متعصب ولا زفت. اتفضلي اتكلمي بسرعه وخلصيني، عندي شغل عايز اخلصه. الله، جري يا ست انت، مالك؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ عملت معاكي ايه يا بنتي؟ انا شفتك قبل كده ولا اعرفك؟ انت صحيح ما شفتنيش ولا تعرفنيش، لكن انت بالنسبه لي كل حاجه في الدنيا، واقرب انسان لقلبي وعقلي. انا؟ ايوه انت. طب وده من ايه؟ قصدي حصل ازاي ده يعني؟ حصل لاني من اشد المعجبين بيك كصحفي وكاتب. الله يكرمك. كل كلمة كتبتها، كل مقالة نشرتها، أنا محتفظة بيها عندي. آرائك، أفكارك، نظراتك، همساتك، شيء مش معقول. أستاذ عزمي، أنا من شدة إعجابي بيك حبيت الكتابة، عشقت الصحافة، بقى أملي الوحيد في الدنيا إني أشتغل في المهنة دي. هو ده بقى السبب اللي خلاك تجيلي. وكل املي وعشمي انك تديني الفرصه دي وتخلينا اتمز على ايديك. شوفي بقى يا شاطره، الطريقه اللي عملتيها دي علشان توصلي اللي بتطلبيه طريقه سخيفه، ابتزاز ولوي دراع. وتفضلي بقى عشان انا ما عنديش وقت اضيعه في لعب العيال ده. انت بتطردني؟ ارجوك تتفضلي كده. طيب انتي يا بنت انتي، لازم اموت نفسي. تعالي هنا الله يخرب بيتك. لازم اخلص من حياتي. ليه يا بنتي؟ حرام عليكي اللي انت بتعمليه فيا ده. انا عملت فيكي حاجه؟ طلعتيلي من اي داهيه؟ بقى عشان اعترفت لك باعجابي وحبي تعمل فيا كده؟ انا عملت فيكي حاجه؟ هديت امالي، حطمت طموحي، جرحت كبريائي. بس تعالي تعالي تعالي. اولا لا اهلا. يظهر برضه جيت لك في وقت غير مناسب. غير مناسب ليه؟ اتفضلي يا نورهان هانم. اهلا وسهلا. متشكره قوي. اهلا بيك. الانسه راويه من الصحفيات الشابات اللي هيتمرنوا عندنا هنا في الجمعه. اهلا حبيبتي. اهلا 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 اهلا. فرصه سعيده جدا ان انا اشوف حضرتك شخصيا. انا من اشد المعجبات بفنك. انا محتفظه بكل اعمالك الفنيه، المسلسلات والافلام والاذاعه. ياه. اصل يا انيسه راويه من هواه الاحتفاظ باي حاجه تلاقيها. طيب يا انيسه راويه، اتفضلي حضرتك على واحد دلوقتي وهاتي لي الحاجات اللي انت كاتباها بعد يومين. حقيقي يا استاذ عزمي؟ حقيقي. ما هو غصب عننا هنعمل ايه؟ قصدي يعني غصب عننا نشجع الجيل الجديد من الكتابات. ربنا يخليك ليا يا رب. انا متشكره قوي قوي قوي. مع السلامة. مع السلامة. لا أنا ما عملتش حاجة يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة يا راوية. اتفضلي يا نورهان هانم. متشكرة يا عزمي بيه. بعد إذنك لحظة واحدة. إيه ده يا سعاد؟ هي وكالة من غير بواب. في إيه تاني في اليوم الأسود اللي مش فايت ده؟ أنتِ إزاي تدخلي عليا اللي اسمها نورهان دي كبس كده من غير إحم ولا دستور؟ أنت عايزني أمنعها عشان تعمل لها مصيبة هي كمان؟ مش كفاية إنك هترميني نفسها من الشباك؟ يعني أفتحها على البحري. خلاص. عايزنا نمنحهم نمنحهم. يحصل يحصل بقى. يعني هو كان جورنال ابونا. اما والله حاجه غريب. طيب يا سعاد، بس اما فوق لك بس. تحت امرك اي خدمه. انت زعلتها ليه بقى؟ انا لا زعلتها ولا حاجه، بس اصل كونها تاخد الفستان من عند حضرتك. انا ما بتكلمش عن مراتك، أنا بتكلم عن المدموزيل الصغيرة اللي لسه خارجة دلوقتي. راوية؟ راوية؟ لا راوية دي بنت مجنونة ومدلعة. تصوري كانت عايزة ترمي نفسها من الشباك. يا خبر، للدرجة دي؟ أيوة، ما مش حضرتك شفتيني وأنا. أيوة أنا شفتك وأنت ماسكها قوي. أيوة كنت بحوشها. بقى كده، تصور أنا كنت فاكراك بتحضنها. أحضنها إيه يا هانم؟ لا أرجوكي ما تفهميش الموضوع غلط. أنا سيبك من الحكاية دي وقولي، أنت إيه اللي عملته ده؟ عملت إيه تاني؟ الخناقة اللي أنت دبيتها مع مراتك عشان الفستان. ما هو أصل مش معقول يا مدام، حضرتك تدي لمراتي فستان ثمنه 2000 جنيه ب 200 جنيه بس. طب مش أنا صاحبة المحل؟
انا حره اعمل الخصم اللي انا عايزاه لزبايني. تعملي خصم 90%؟ انا حره. وانا كمان حره اقبل ده او ارفضه. بس انت فسرت الموضوع بشكل وحش قوي. انا اسف، بس هي دي طبيعتي وهو ده رايي. وصدقيني انا لما احب اجيب لمراتي فستان ثمنه 2000 جنيه هيسعدني جدا اني ادفع ثمنه بالكامل من جيبي. انا راضي لا بقبل خصم ولا هدايا ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. طب يا ترى موقفك ده هيمنعك انك تجيلي؟ اجيلك فين؟ يوم عيد ميلادي. طيب صدقيني انا لو وقتي وظروفي سمحوا انا هحاول. طيب استأذن انا بقى. اتفضلي. بس ايه؟ انا ما كنتش عايزاك تفهمني غلط او تزعل مني. وانا كمان بترجاكي ما تفهمينيش غلط. طيب استأذن انا بقى. مع السلامة. أستاذ عزمي. نعم. رغم إن موقفك ده أحرجني، لكن حقيقي أنا سعيدة جدا إني اتعرفت بشخص زيك، لأن اللي زيك قليلين قوي اليومين دول. متشكر. ليهم حق يحبوك قوي كده. هما مين دول؟ اللي بالي بالك. ما هو يا راجل مش معقول كمان تحبس نفسك في الجورنال الحبسة السودا دي صبح وليل. لازم تخرج، لازم تفك عن روحك شوية. بيني وبينك أنا كنت محتاج القعدة دي خصوصا النهاردة. أنا كل يوم بعد ما أنزل من الجورنال أجي أتغدى هنا ومتع روحي بالماء والخضرة والوجه الحسن. حاكم الوجه الحسن هنا يوه. يا وعدي ايه الحلاوه دي يا سيدي؟ ايه ده؟ قالوا القمر في السماء. ايش نزلوا النادي؟ بس هي حاسس انا بقى مش حاسبها. أمر. مش حاسبها. في حاجة يا أخي التهوة؟ لا مفيش. حضرتكم من النادي؟ لا مش من النادي. يعني ما تعرفونيش؟ لا ما نعرفكش. يبقى هتعرفوا. أسود الانتقام. إيه اللي أنت عامله ده؟ أنت مش سامع الكلام اللي عاملينه يا أحو؟ وإحنا منه وماله؟ منه ومالهم ده إيه؟ بقول لك إيه؟ أنا مش كل حتة هروح أتفرج عليها الناس، اتفضلوا قدامي يلا. يلا. يا شايف الصاروخ اللي جاي من وراك ده؟ فين؟ هناك هناك. بص. معقوله في حلاوه بالشكل ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا جدعان؟ وطي صوتك يا عيد. اطلب لنا الغدا عقبال ما اشوف الفريق بيتمرن ولا لا. دي بتضحك لي. بقول لك ايه؟ احنا هنعاكس الناس زي العيال الصغيرين ولا ايه؟ يلا بينا. يلا بينا فين؟ استنى شويه، دي السناره غمزت. طيب خليك انت، انا ماشي. طيب طيب انا جاي معاك، جاي معاك. اهلا يا عزمي. اهلا وسهلا يا فندم. والله زمان عاش من شافك. ايه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ حاول تفتكر، حاول تفتكر. اسف مش واخد بالي. أنا شكرية بتاعة الآداب. الآداب هو حضرتك ليه كنت في بوليس الآداب لا سمح الله؟ مش بوليس الآداب، كلية الآداب. أنا شكرية زميلتك في الكلية. شكرية؟
يا خبر ازيك يا شكريه؟ وحشتني جدا. يا اخبارك ايه؟ ازيك انت عامله ايه؟ اهلا اهلا اهلا. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا. فريد حسنين. ايوه يا فندم. صديق عزمي. اهلا يا شكريه. انا اسف يا شكريه، انا اسف. انت اصلك اتغيرت كتير. يعني بقيت احلى ولا اوحش؟ احلى طبعا، احلى جدا. انا عرفت انك اترقيت وفرحت لك قوي. شكر قوي. عودة الغائب. مين دول يا هانم؟ الاستاذ عزمي، ابو العزمي الكاتب المعروف، كان زميلي من ايام الدراسه وقابلته هنا بالصدفه. الاستاذ فتحي برهان جوزي. اهلا فتحي بيه. اهلا. فريد حسنين صحفي. اهلا يا طيب نستأذن يا هانم. طب مع السلامة. فرصة سعيدة أوي يا فندم. مع السلامة. قابلتيه هنا بالصدفة ولا كان عارف إنك جاية؟ هيعرف منين؟ منك. هو أنا كنت أعرف إن أنا جاية؟ مش أنت اللي أصريت إن نيجي نتغدى هنا النهاردة؟ مفيش فايدة فيك. شك يا حبيبي. مالك يا سهير؟ في حاجة؟ مفيش. طيب تصبح على خير. هو فين الخير ده اللي هصبح عليه؟ أنت هتنام وتسيبني كده؟ أسيبك كده إزاي؟ هو أنا يعني سايبك في الشارع؟ عزمي مش وقت تهريج، اتعدل قوم اتكلم معايا. أتكلم معاكي في إيه بس دلوقتي؟ إحنا لازم نعيد حساباتنا في الحياة. دلوقتي؟ دلوقتي يا سهير هنراجع ونعيد حساباتنا في الحياة الساعة واحدة بعد نص الليل. وأنا كنت لاقياك؟ ما أنت ليل نهار غرقان في شغلك وكتاباتك ولا دريان بالناس اللي عايشين حواليك. وأنا يعني غرقان في شغلي علشان مين؟ مش عشان الناس اللي عايشين معايا. لا ده علشان روحك وبس، علشان تنجح وتعلى وتترقى. لكن انا فين من ده كله؟ ولا حاجه، قاعده مرميه بين اربع حيطان، وانت طول الليل والنهار قاعد بره. هو انا طول النهار والليل بره بتفسح واركب مراجيح ولا بشتغل زي الطرف الساقيه؟ بس على الاقل تخرج تشوف الدنيا، بتلاقي ناس تقعد تتكلم معاهم. خلاص يا ستي بلاش اخرج وافضل قاعد معاكي هنا، نتحدث ونتساير ونجيب في سيره الناس، ونبقى نشوف لنا حد بالمره يصرف علينا ويعيشنا. ايه رايك؟ هو ده حجم إدراكك وإحساسك بالمعاناة اللي أنا عايشة فيها؟ سهير من غير فلسفة وكلام كبير، أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزة أحس بوجودي، أحس بكياني، وبلور معنى وجودي في الحياة. ابقي خدي لي كورسين نوبالجين وهتقومي بكرة الصبح كويسة؟ تصبح الخير. إيه ده؟ أنت بتتريق عليا؟ بتسخر مني يا عزمي؟ دي باينها فينا السودة بقى. للدرجة دي خلاص ما بقناش قادرين نتفاهم ولا نتحدث مع بعض. ليه بس يا حياتي؟ ما احنا حلوين وكويسين اهو. انت اللي كويس، انما انا ابدا. لا ليه بس يا حياتي؟ خلاص حاسه اني ما بقاليش كيان، ما بقاليش وجود. اللي ببات فيه بصبح فيه. اليوم بيجر يوم، الشهر بيجر سنه، وانا مكانك احلك سر. حاسه ان العمر بيجري من بين ايديا. لا انت حقك عليا يا سهير، معلش انا فعلا مقصر في حق، لكن انت برضه حبيبتي لازم تعذريني. مسؤوليه المنصب الجديد ما بتدينيش فرصه اهرش. ده انا حتى لازم اصحى الساعه 7 الصبح وهو بتحصل لي حاجات غريبه قوي، والنوم بيجري من بين ايديا. لكن اوعدك اني انا انظم اموري كويس قوي بحيث اني اقضي اكبر وقت ممكن معاكي ومع الاولاد. ايه رايك حبيبتي؟ مبسوطه؟ تصبح الخير. عزمي. ايوه يا حياتي. انا عايزه اكتب. تكتبي ايه يا حياتي؟ عايزه ارجع اكتب تاني في الصحافه. انا فكرت كتير ولقيت ان دي الحاجة الوحيدة اللي اقدر اعملها وتشغل وقت فراغي. ايوه بس اصل الصحافة دي مش حاجة يعني نقضي فيها وقت الفراغ زي الكاليكو والكنافة. دي رسالة وهدف. انت ناسي يا استاذ ان دي اساسا مهنتي؟ لا بقى، انت اللي نسيتي انك سبتيها من سنين وبمحض ارادتك مش بالغصب. وبمحض ارادتي عايز ارجع لها. ترجعي لها ازاي وفين يا حياتي؟ فكرنا الجورنال عندي. ايوه
سهير بصفتي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية اللي تابع ليها الجورنال ده، يؤسفني أبلغك إن اللي بتفكري فيه ده مستحيل يحصل. مستحيل ليه بقى؟ لأنك مراتي، وأنا مستحيل أمسك بإيدي قلم أمضي بيه قرار تعيين مراتي في المؤسسة اللي أنا ماسكها. أنت ناسي يا أستاذ إن أنا كنت بتمرن في المؤسسة دي أيام ما أنت كنت لسه صحفي صغير. مش بعيد لو كنت استمريت كان زماني في المنصب اللي أنت فيه. لكن هو ربنا ستر والحمد لله ما فيش حاجة من دي حصلت، وإلا كانت المؤسسة غرقت أكتر ما هي غرقانة. إيه ده؟ إيه ده؟ تقصد إيه بالكلام ده يا أستاذ؟ أقصد اللي أنت فهمتيه بالظبط يا سهير. وشوفي بقى أما أقول لك، أنت ما كنتش هتخلي الليلة السودة دي تعدي عدل مش هيحصل لك كويس، فاهمة؟ تصبحي على خير بقى. عزمي تسمح تطلقني؟ بكل سرور سهير. روحي وانت. عزمي انت بتتكلم جد؟ ايه ده؟ انت كأنك ما صدقت اطلب منك طلب زي ده للدرجة دي؟ الدرجة دي عايز تخلص مني؟ انا عايز انام يا سهير، عايز انام يا مفترية، عايز انام يا كفرة، عايزة نام. صباح الخير. طيب هو عزمي بيه كده؟ عزمي بيه نايم. نايم بيخلص كتابة المقال بتاع بكره. اه طيب انا هحطه الصف ده وابقى عادي عليه بكره. اتفضل. السلام عليكم. غلطت تاني استاذ عزمي. استاذ عزمي ما تصحى بقى الساعة بقت واحدة. ايه سمعت في 60 واحد عايزين يقابلوك و100 تليفون جالك، انا مش هفضل شايله كل الشغل ده على دماغي. تعبان يا سعاد تعبان، ما نمتش طول الليل ودماغي هتنفجر من الصداع. كنت سهران بتتفسح فين بقى ان شاء الله؟ بتفسح؟ قولي لعم حسين يعمل لي فنجان قهوه ومن هنا لحد ما اشربه مش عايزك تتكلمي معايا كلمة واحدة ولا تسأليني في أي حاجة. مفهوم؟ بتفسح حالي. مش فاهمة يا سي فتحي، وطالما الأمور وصلت كده يبقى لازم نسيب بعض بالذوبه. نسيب بعض بالذوبه يعني ايه؟ ما انتش فاهم يعني ايه؟ يعني نتطلق. نتطلق؟ ده وعدك يا هانم، عايزاني اطلعك عشان يخلقك الجو وتروحي تتجوزيه. هو مين ده اللي انا اتجوزه؟ الرجل الثاني حبيبك اللي بتخونيني معاها. ما اسمع بقى، انا ما بحبش تتهمني باتهام زي ده، بالذات اللي ما فيش في ايدك اي دليل على اللي انت بتقوله. قلبي دليلي. يعني ايه بقى؟ يعني انا حاسس من كل قلبي انك بتخونيني. لازم تكوني بتخونيني. وليه بتظن فيا الظن ده من غير سبب؟ انت السبب، دايما محسساني اني مش مالي عينيك، ده غير انك مستهيفاني وكمان بتنسي اسمي وبتغلطي فيه، مره تقولي لي هشام ومره يا وائل ومره يا طارق، غير اللي امبارح كمان ده اللي زاد وغطى. فتيلي تصبح على خير يا جوني. اخص عليك يا فوفو، معقوله تزعل مني وتشك فيا عشان حاجه هايفه زي دي؟ لا مش حاجه هايفه، الست اللي تنسى اسم جوزها تبقى ما بتحبوش. ان شاء الله عدمك بحبك، ان شاء الله تموت وتغوف في 600 داهيه لو كنت بكرهك. ما انت عارف يا حبيب قلبي ان انا بغلط دايما في الاسماء. ايوه هو انا مخي دفتر؟ يعني بتحبيني يا شكرية حتى اخر العمر يا حياتي. دلوقتي الواحد يسافر وهو مطمن. صح تسافر؟ ومالك فرحت كده ليه؟ الله وما فرحش ليه؟ مش دايما لما بتسافر بتجيب لي معاك هدايا حلوه؟ المره دي هجيب لك معايا احلى هديه. هتجيب لي ايه؟ الميداليه الذهبيه. الميداليه الذهبيه؟ ودي هعمل بيها ايه دي؟ تعملي بيها ايه؟ تعديها في الصاله وتقعدي تتفشخري قدام الحبايب والقرايب. طب والنبي بقى اجيب لي معاك بالمره ميداليه ذهبيه احطها في رقبتي ولا البسها في ايدي؟ حاضر يا حبيبه قلبي. بقول لك ايه؟ هتقعد قد ايه في السفريه دي؟ اسبوع. بس لا عزمي بيه مشغول جدا ومش هيقدر يرد على حضرتك دلوقتي، كلمه كمان ساعة. شكرا مع السلامة. هذه رسالة تليفونية مسجلة. هلو ممكن أقابل الأستاذ عزمي؟ طبعا
طبعا اتفضلي حضرتك، ايه اللي انت بالذات؟ انا مفضلت ميرسي. الو المطافي، بقول لحضرتك ايه لو سمحت، مو ممكن تخليكم صحصحين معانا كده مستعدين؟ لا هو مفيش حاجه حصلت لغايه دلوقتي. لا ما انا هفهم حضرتك، هي المره اللي فاتت طوحت نفسها من الشباك، المره دي ممكن تولع فراحه. لا بس اصل انا قلبي حاسس ان ده اليوم باين عليه اسود من اول. انا جبت لحضرتك نماذج من المواضيع والمقالات اللي انا كاتباها. طيب انيس ربيع، انا في خلال يومين ثلاثة بالكتير هكون قريتهم واقول لك رايي فيهم. انا قلبي حاسس انهم هيعجبوك وهتقبلني اشتغل عندك واتكلمت على ايديك. هنشوف. يعني شراوي اتفضلي حضرتك دلوقتي وبتصلي بيها بعد كام يوم. انت بتطردني بالذوق؟ لا بس اصل المفروض ان انا اكتب الافتتاحيه اللي نازله بكره، ومن اول النهار مش عارف اتلم لا على القلم ولا على دماغي. اكتب براحتك انا مش هعطلك، بس ارجوك ما تحرمنيش من اني احقق اغلى امنيه في حياتي، وهي اني اشوفك قاعد قصادي بتكتب. يا سلام. والله انا اصلي كنت رسمه لك صوره في خيالي قبل ما اشوفك، ولما شفتك اكتشفت ان الصوره دي بعيده تماما عن حقيقتك. وكنت متصوراني ايه بقى؟ يعني كنت متخيلك راجل عجوز اصلع بكرش مفكر عبقري بقى، لكن اول عنايه ما جت في عينيك فوجئت انك رشيق وسيم انيق، يعني جمعت بين جمال الشكل وعظمه الجوهر والمضمون، وده شيء نادر انك تلاقيه في اي راجل اليومين دول. يا سلام. عارف ساعتها انا قلت لنفسي ايه؟ لا مش عارف. قلت الراجل ده لو ما كانش اشتغل في الصحافه كان زمانه من اكبر نجوم السينما. شوفي يا انيسه راويه، انت لما اصريتي تقابليني كذا مره وحسيتي ان وقتي وظروفي مش هيسمحوا لك بده، عملتي لعبه الانتحار اياها ونجحتي فعلا توصلي للي انت عايزاه. يظهر ان ده طمعك فيها زياده شويه وخلاكي تيجي النهارده وتلعبي عليا اللعبه التانيه بالكلام اياه. بس فاتك شيء مهم قوي، ان انا صحفي قديم وشغلتي اللعب بالالفاظ والكلام. استاذ عزمي حضرتك فهمتني غلط، انا ما يهمنيش الكلام اللي كنت بتقوليه، انا يهمني الكلام اللي انت كاتباه. لو كان كلام كويس وفي صحافه مظبوط يبقى حوافق انك تتمرني وتشتغلي معانا في الجورنال. اما بقى لو كان اوانطه وكلام دش زي اللي كنت بتقوليه من شويه بتاع الجوهر والمضمون ونجوم السيما والمعرفش ايه، فمش ممكن هيبقى لك مكان معانا، حتى بقى لو هددت انك هترمي نفسك من فوق الهرم. فاهمه يا راويه؟ مع السلامه. استاذ عزمي انت ليه مش مصدق الكلام اللي قلته لك؟ لانه مش حقيقي، لا انا مفكر عبقري ولا شكلي مبهر وحلو. يبقى انت مش عارف قيمه نفسك. عايزة تقابلك. ست ايه تاني؟ ست قوي، ست جدا، ست جرايه. يا سعاد مين الست دي وعايزه ايه؟ اسمها مدام شكريه، بتقول انها معرفه من زمان. دي شكريه بتاعه الاداب. انا برضو قلت كده. خليها تتفضل. خليها تتفضل وعمال من الصبح تقول لي عايزه اكتب المقال عايزه اكتب المقال. يبقى قابلني لو الجورنال طلع بكره والنبي لا نقفل. عزمي بيه مستني حضرتك، اتفضلي. ميرسي قوي. جت نانينا تحضنا الهبابة. أنا جيت لك يا عزمي عشان تخلصني من المشاكل اللي زي الزفت اللي أنا فيها دي. أخلصك منها إزاي يعني؟ يعني راجل صحفي زيك وراجل مفكر وعقلك يوزن بلد
ممكن تخلصي من المشاكل اللي انا فيها دي. امال هما جابوك رئيس تحرير ليه؟ هما في الواقع لما جابوني رئيس تحرير ما كانش في دماغهم ان انا هحل مشاكل من النوع ده، ومع ذلك يا ستي انا تحت امرك برضه بحكم المعرفه والعشره القديمه. انا خلاص مش طايقه نفسي طول النهار والليل ممغص عليا حياتي من غير توشكوكوا فيا. طيب حاولي انت من ناحيتك تساعديه انه يطرد الافكار دي من دماغه. يعني ساعده ازاي؟ يعني يمكن انت تكوني بتعملي حاجه كده ولا كده تثير شكوكه وغيرته عليكي، زي مثلا طريقتك في اللبس او اسلوبك في التعامل مع الناس. وحياتك يا عزم بيعمل كل ده من غير ما يعرف حاجه، قصدي من غير ما يمسك عليا اي دليل. هو بيشتغل ايه؟ مع الحزام الاسود. مع الحزام الاسود بيعمل بيه ايه يعني؟ بتاع الكاراتيه، ما هو كان بطل مصر وافريقي ودلوقتي بيدرب فريق النادي. طيب انت بقى المفروض انك ما تستفزهوش باي شكل. انا خلاص زهقت منه خالص ومن عمايله. على اي حال انت لازم تعذريه بصراحه، اللي اتجوز ست جميله زي كده لازم يغير عليها قوي. يعني انت شايف كده؟ هو انا بس اللي شايف؟ ده الناس كلها شايفه. امال ايام الكليه ما كنتش بسمع صوتك ولا بتقول كلام حلو زي ده ليه؟ ايام الكليه المفروض الواحد يبقى ملتفت للدراسه حبتين. امال دلوقتي ملتفت ليه؟ بصراحه انا مش عارف التفت لاي حاجه، هو الواحد الشغل واخد كل وقته. لا 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 غلط، واحد زيك في مركزك لازم تخلي بالك من نفسك وترفع عن نفسك عشان تعمل شغلك بمزاج. وانا جايه لك النهارده مخصوص عشان اعزمك على سهره صباحي هتحلب بيها طول حياتك. بس انا ماليش في السهرات. يعني معقوله هتكسفني؟ لا طبعا، بس انا اصلي بخلص شغلي واخري وببقى تعبان، وبعدين ما اعرفش حد من اللي هيكونوا موجودين. ازاي بقى؟ ده انت اشهر من نار على العالم، وبعدين كل اللي جايين صحابنا وحبايبنا. ايه ده؟ هو انت عازمه حد من اصحابنا وزملائنا بتوع زمان؟ زملائنا بتوع زمان؟ طبعا مستنيينك كلهم. ياه، ما تتصوريش انا قد ايه مشتاق اشوف حد فيهم. وهم كمان مشتاقين قوي يشوفوك. هو انت قلت لهم انك هتعزميني؟ طبعا، ولو ما جيتش هيزعلوا منك قوي. يرضيك بقى تزعلهم وتزعلني؟ لا طبعا ما يرضنيش. يعني جاي؟ ما دام بقيه الزملاء جايين لازم اجي. سهير، يا ترى ايه اكتر حاجه شدتك ليا اول ما اتعرفنا ببعض؟ قصدي يعني الحاجات اللي خليتك تحبيني وتقبلي تتجوزيني. عزمي العب غيرها. يعني العب غيرها ازاي يعني؟ يعني اذا كنت متصور انك لما تخرجني وتقولي كلام حلو وعواطف ده ممكن يخليني اغير كلامي او اغير موقفي، تبقى غلطه؟ كلام ايه ومواقف ايه؟ عزمي انا فاهمك كويس، يعني صعب تلعب عليا. انا مصممه ان انا لازم اشتغل لاني لازم يكون لي كياني ودخلي المادي الخاص، واذا ما كنتش راضي ان ده يكون في الجورنال بتاعك فمش مشكله، الجرايد والمجلات على قفا من يشيل. سوير، احنا جايين نروق دمنا ونهدي اعصابنا مش نفتح فواتيح من اول وجديد. على فكرة يا سوير، في واحدة زميلتنا من زمان عزمانة بكرة عندها أنا وأنت. بمناسبة إيه؟ عيد ميلادها، والظريف بقى إنها عزمة مجموعة كبيرة قوي من الزملاء اللي كانوا معانا أيام الدراسة. تصوري يا سوير. تصوري يا سوير، رغم كل المشاغل اللي أنا فيها والزحمة اللي بمر بيها الأيام دي، لكن قبلت دعوتها لأني مشتاق قوي أشوف زملاء الدراسة والصبا والشباب. انت ايه رايك؟ يبقى روح قابل زمايل الدراسه والصبا دول لوحدك. ليه يا سهير؟ انت مش دايما تقولي نفسك تروحي الحفلات والعزومات والسهرات؟ وسهره ايه دي بقى اللي انت جامع لي فيها زملاء الدراسه والتلمذه؟ ما تدور لنا على حفله مجلس بقى احسن. سهير. نعم. انت حقيقي ست نكديه. يلا بينا. أنا هنا هنا يا ابن الحلال،
لعايزك على كتر مال. اهلا يا عزم. مساء الخير يا شكرية. يا مساء الفل. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. اتفضل تعالى. اهلا. ازيك؟ تعالى. شكرا. اتفضل. الله يظهر ان انا جيت بدري قوي. ولا بدري ولا حاجة، البيت بيتك. اتفضل تعالى. اتفضل. امال في الفتح دي؟ حبيب سافر، راح يجيب لي الميدالية الذهبية وجاي. ربنا يوفقه ويرجع لك بالسلامة. إن شاء الله مريض. نعم شكري. لا أبدا، وحشتني. زي ما أنت ما تغيرتش. أيوة بس أنت ما شاء الله اتغيرت كتير. إيه اتغيرت، الأوحش ولا الأحلى؟ لا أحلى كتير. ربنا يكرمك. سهير بتعتذر لأنها ما قدرتش تيجي معايا. سهير مين؟ سهير مراتي. مراتك؟ الله، لو أنت كنت جاي وجايب مراتك معاك. فعلا، بس هي للأسف تعبت وما قدرتش تنزل. أحسن. نعم. لا أبدا. عامل ايه واخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. ليه تعب نفسك كده؟ ميرسي قوي قوي وانت طيب. لازم افتح الهدية قدامك واشوف. يا ريت. نهاية ايه؟ نهاية الأرب في فنون الأدب. أدب؟ أنت شايفني ناقص أدب؟ ده من أقيم وأندر الكتب في فنون الأدب. تشرب ايه؟ يا ريت فنجان قهوة. مظبوط، فنجان قهوة. انت جاي تعزي؟ على رأيك، هاتلي اي حاجة ساعة. عناية الاثنين يا حنين. شكرا. امال فين عيد الميلاد ده؟ مفيش مفيش مفيش. تحبه بالتلج ولا بالميه؟ هو مين ده؟ الويسكي. ويسكي؟ لا لا، انا ما بشربش الخمور اطلاقا. هلا، امال هتشرب ايه؟ اي حاجه غير الخمر. طب خد كاس واحد عشان خاطري. معلش يا شكريه، انا اصلي ما تعودتش عليها، وبعدين ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل لو انا شربت، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي. يا ده يحصل ايه غير كل خير؟ مش باين يا شكريه. براحتك، اجيب لك ايه طيب تشرب؟ ميه ساقعه، ساقعه قوي. امال فين بقيه الاخوه الزملاء بتوع الدفعه؟ زمانهم جايين، احنا قاعدين على رواقه شويه. طيب فين التورت والجاتوهات؟ هل انت عاوز تورته؟ مش انا اللي عايز، بس هي دي تقاليد اعياد الميلاد، تورت وجاتوهات وتعليق ومعازيم. مفيش. يوهو، ما تاخدش في بالك، المواضيع دي بطلت من زمان قوي. في صحتك عزم. نفسي اطلب منك خدمه. انا تحت امرك. اصلا انا عندي فراغ جامد قوي ونفسي اشتغل. ما فكرتيش تحب تشتغل ايه؟ نفسي موت اشتغل في الفن. وتحب تشتغل ايه في الفن؟ اشتغل ممثله، مطربه، رقاصه. بس على فكره شكرية، اللي انا اعرفه ان النقابات الفنيه دلوقتي بتتشدد جدا في قبول اعضاء جدد. معقوله وانا معايا واسطه زيك؟ ده انت كلمه منك تفتح لي كل الابواب. مش مساله واسطه شكرية، لابد اساسا يكون عندك الخبره والموهبه. موهبه؟ ده انا عندي موهبه تهز بلد بحالها، ودلوقتي حالا هفرجك. Thank you.
عندي مواقف تدخلني النقابه. النقابه بس؟ شكريه. يلا ابتديت اقلق على بقيه الزملاء. زملاء ايه؟ ده اول الليل زملاء واخر الليل زملاء. طب ما انا كمان زملاء. ايه مش ماليه عينك ولا ايه؟ عزمي بيه، عزمي بيه، اصحى اصحى لو سمحت. عزمي بيه، عزمي بيه. شكرية. لا خدمتك سعاد. ايه فيه؟ لا مفيش حاجة، بس بفكر حضرتك ان البوفيه جاهز. بوفيه؟ البوفيه بتاع اللوكاندا اللي احنا بنشتغل فيه. احنا مش نصحى كده بقى ونراعي اكل عيشنا؟ ما هو مش معقول يعني تبقى حضرتك نايم في الحلاوة وساب الجورنال يضرب يقلب، ده حتى يبقى حرام. جرى ايه يا سعاد؟ لا ما جراش، انا بس بستأذن حضرتك من غير زعيق بقى ولا اي حاجه. عايزه التقرير بتاع فهمي بيه عشان اتصل من شويه وعايزه. طيب روحي انت وتعالي بعد 10 دقايق اكون قريته
ورجعت ومضيته. حاضر. قولي لعم حسين يعمل لي قهوة دبل في كوباية. أستاذي ومحبوبي عزمي، إليك يا أغلى من حياتي. أنا منكرش إني في الأول كنت مصرة أبقى جنبك علشان تساعدني وتفتح لي أبواب الشغل في الصحافة، لكن دلوقتي بعد ما شفتك وقابلتك بقيت عايزة أبقى جنبك علشان لقيت فيك الصورة الكاملة للرجل اللي حلمت بيه طول عمري، الرجل اللي ملك قلبي وعقلي وبقى بالنسبة لي مثل أعلى في الفكر وحبيب أغلى من العمر. ايوه يا سعاد، في حاجه؟ البوسته بتاعت النهارده. كتبت الجواب اللي اديتهولك؟ كتبته اهو، بس انا ليا رجاء عند حضرتك، يعني ممكن لو سمحت تحسن خطك شويه، لان الجواب اللي ممكن اكتبه في 5 دقايق بقعد ساعه قبل ما افك الطلاسم اللي حضرتك بتكتبها. حاضر يا سعاد هانم، هروح مدرسه بعد الظهر اتعلم فيها تحسين خط. اذا حضرتك بتتريق عليا؟ سعاد، انا دماغي بتون ومش ناقص هرشه مخ. طب ما انا كمان دماغي فيها اللي مكفيه. لو سمحت اديني التقرير بتاع فهمي بيه عشان ابعته له، ولا كمان ما وضتوش؟ لا خدي اهو، اتفضلي. لكن دلوقتي بعد ما شفتك وقابلتك بقيت عايزه ابقى جنبك علشان لقيت فيك الصوره الكامله للراجل اللي حلمت بيه طول عمري، الراجل اللي ملك قلبي وعقلي وبقى بالنسبة لي مثل أعلى في الفكر وحبيب أغلى من العمر. إيه الكلام الفارغ ده؟ حتى أنت يا عزمي؟ صباح الخير يا سعاد. مين الزميلة شكرية؟ إزيك؟ الحمد لله. عزمي موجود؟ والله ولو مش موجود نوجده. يا ترى فاضي ولا مشغول؟ ولو مشغول نفضيه طبعا، ويلاقي عز منك فين تفضلي. تفضلي. شقيق قوي. جورنال ابونا. يلا. الو، هنا كباري النجوم يا فندم. مين حضرتك؟ يا نهار اسود، انا خلاص يا عزم، انا سبت البيت ورحت قعدت عند بابا لغايه ما بعت لي ورقه الطلاق. الله، طيب ليه بس المشاكل دي؟ ما تهدي الامور شويه. انا خلاص ما بقتش طايقه نفسي من يوم ما راجع من السفر، ليل ونهار، رحت فين؟ قابلت مين؟ قعدت مع مين؟ ايه يا عزمي، هو انا في نيابه؟ معلش برضو انت المفروض تستحمليه شوية، الراجل الى حد كبير يعني معذور في غيرته وشكوكه. ليه يعني؟ هو انا كنت عملت ايه؟ الله، ايه مالك بتبحلقلي كده ليه؟ لا ابدا. المهم هتعمل ايه النهاردة؟ هعمل ايه في ايه؟ اصل زهقانة وعايز اخرج شوية، تعالى يلا غديني في اي حتة. اخرجك واغديكي ده ايه؟ انت فاكراني صايع؟ انا عندي شغل، شغل كتير جدا ومهم جدا جدا. هلا، هو الشغل هيكون اهم مني يا عزمي؟ مش مساله اهم، بس الشغل شغل. بقول لك ايه يا عزمي، هلا ايه المعادله اللي زي الزفت اللي انت مقابلني بيها دي؟ ما انت شايفاني ملخوم في الشغل اللي حواليا ده، وكمان مجيك الجورنال بالشكل ده بصراحه موترني. ليه بقى؟ شكلك الملفت ده ولبسك المثير ده، كل ده ممكن يخلي الناس هنا تتكلم. ما يتكلم، وده يهمك في ايه؟ لا يهمني قوي، انا راجل مسؤول ولازم احافظ على صورتي وسمعتي وسط الناس، خصوصا اللي انا شغال معاهم. خلاص يا روحي، سيب الناس اللي انت شغال معاهم دول وتعالى خرجني، وديني في اي حته انا وانت لوحدي. لا شكرا، لا انا هنا في مكتبي، اعملي معروف بلاش اللي انت بتعمليه ده. هو انا عملت حاجه غلط؟ ده انت كل غلط، ده انت الغلط شخصيا. انا هقبلها منك عشان بحبك. شكرية، أبوس إيدك سيبيني في حالي. شكرية شكرية، اعملي معروف، ابعدي عني وخرجيني من دماغك، انسي إنك شفتيني أو قابلتيني، انسي أي حاجة حصلت، كأننا ما قابلناش بعض بالمرة. ليه يا روحي؟ هو أنا عملت لك حاجة؟ حصل مني ليك حاجة؟ أبداً أبداً، ده أنتِ ست عظيمة وتستاهلي كل خير، بس مش أنا الراجل اللي انفعلك، ده أنا يعني
غير ما انت متصوره خالص. واذا كان انا في لحظه من اللحظات ضعفت او اتصرفت تصرفات مش ولا بد، فلازم تعرفي ان ده كان نتيجه ضغوط انسانيه عنيفه، وعشان كده مش هسمح للي حصل ده انه يحصل تاني مهما كان الضغط ومهما كانت الظروف. وانا مش ممكن هسيبك مهما قلت ومهما عملت. يا شكرية يا شكرية يا شكرية يا روح قلبي شكرية. الله الله، شايفة؟ هو ده اللي كنت عامل حسابه. يظهر ان انا دايما باجي لك في وقت غير مناسب. غير مناسب ليه؟ ما فيش حاجة. هو في ايه؟ اهلا وسهلا. شكرية هانم، نوران هانم الفنانة المشهورة. اهلا اهلا بيك. اهلا يا روح، اهلا ازاي. طيب يا شكرية هانم، انا هدرس الموضوع بتاعك كويس قوي وان شاء الله هرد عليكي في وقت قريب. ارجوك يا روح قلبي رد عليا بسرعه لحسن مستنياك. لا حضرتك ما تضحكيش، قصدي ما تقلقيش، وان شاء الله هلاقي حل لمشكلتك. اريد حل. مستنياك يا حياتي. باي باي يا نوراني. باي باي يا حبيبتي. مع السلامه يا الله شكريه. الله يسلمك، مستنيه الرد، ما تتاخرش علي. ان شاء الله يا شكريه هانم. مع السلامة شكرية هانم. تفضلي يا نوران هانم. مسكينة. فعلا مسكينة. أصلها عندها مشاكل كبيرة أوي مع جوزها، وكانت جايالي علشان أصلح المواقف. أنا ما بتكلمش على اللي خرجت، أنا بتكلم على مراتك. مالها مراتي؟ مسكينة يا حبة عيني، نايمة في العسل ومش دريانة باللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ ما ده هي تكوني فاهمة الموقف غلط. تكونش ناوي تضحك عليا انا كمان ولا ايه؟ نورهان هانم ارجوكي، انا راجل صادق وعمري ما بكدب في كلمه واحده. انا ماليش دعوه تكذب ولا ما تكذبش، وانا هحاسبك. بالعكس انا يعجبني قوي راجل الراسي التقيل اللي يمشي كل اموره كتامي. انت عارف سهير مراتك قالت لي ايه عنك لما جت ترجع لي الفستان؟ قالت لك ايه يا اخرى؟ قالت لي ان اهم ميزه فيك ان عمرك ما بصيت لاي ست تانية طول السنين اللي انتوا متجوزين فيها. طب ما هو ده حقيقي فعلا. طب عيني في عينك كده. ايه يا سعاد في ايه؟ في ايه؟ ده انا المفروض اسال في ايه؟ ما فيش. انت يعني شايفه حاجه غريبه يعني؟ هو انا بقيت اشوف دلوقتي الحاجات الغريبه؟ ما علينا. ممكن تديني الجوابات اللي عايزني اكتبها لك؟ لحظه واحده. ممكن حضرتك تقفي شويه؟ سوري. اتفضلي. طيب ايه تاني؟ ايه بس في ايه؟ حضرتك عايزه ايه يا هانم؟ ايه ده؟ انت عايز تطردني بالذوق ولا ايه؟ مش مسألة اطردك، بس زي ما حضرتك شايفة اهو، وبعدين انا عندي اجتماع مع المحررين. أوكي. انا مش جاية ازعجك، انا كنت جاية لك عشان تشوف لي حل في الموضوع الخطير اللي انا جاية عشانه. موضوع ايه؟ اتفضل شوف بنفسك. الجورنال. يرضيك يا عزمي بيه، اتبهدل واتهان في الجورنال بتاعك. سيدة ايه ده؟ انت ما بتقراش الجورنال بتاعك ولا ايه؟ مش مسألة ما بقراش، بس الصفحة الفنية أنا ممسكها للأستاذ فريد حسنين، وهو اللي مسؤول عنها. أيوه هو الأستاذ فريد. بيهاجمني على طول، بيهاجمني على طول لحساب مدام سوريا. سوريا مين؟ سوريا فوزي اللي بيقولوا عليها دي المنافسة بتاعتي. أنا أتشتم كل يوم ويطلع عليا 100 إشاعة، وهي طبعا يكتب عن أمجادها الفنية وصور ومقالات على ودنه. طيب وهو إيه مصلحته في كده؟ جراية يا عزمي بيه، ده أنت صحفي قديم وليك خبرتك، يعني المفروض تفهم الحاجات دي وهي طايرة. أرجوكي أنا ما فياش دماغ دلوقتي أفهم الحاجات اللي بتطير. وضحي اللي أنت عايزة تقوليه من غير لف ولا دوران. من غير لف ولا دوران. سعادة البيبي هاجمني عشان قطعته من مدة، وما بقتش الاغيه زي ما هي بتلاغيه بالعزومات والهدايا واللازم منه. ارجوك يا هانم، انت كده بتتجاوزي حقوقك، وبتطعني صحفي في شرفه بتهمه خطيره، وده شيء انا ما اقبلهوش. مش قابل اللي انا بقوله، قابل المكتوب ده؟
انت من حقك تردي على كل كلمه مكتوبه بتشوفي ان فيها اساءه لفنك او لكرامتك، لكن مش من حقك توجهي لشخص اتهام خطير زي ده من غير ما يكون معاكي دليل عليه. انا عندي مليون دليل ومستعده اخليك تسمع وتشوف بنفسك عشان تتاكد ان كل كلمه قلتها لك صح. اسمع واشوف ايه؟ طب اتفضل عندي في البيت وانت تعرف. عندك في البيت ازاي؟ انا هعزمه يجيلي وهتكون سعادتك موجود من غير ما هو يعرف، وهخليك تسمع بودانك كل الكلام اللي يثبت لك ان اتهامي ليه مظبوط. طب واشمعنى ده يكون عندك في البيت؟ لانه في البيت عندي هيكون مطمن اكتر، هيتبحبح في الكلام ويقوله يطلب اللي هو عايزه. انا هوافقك على اللي انت بتطلبيه ده، بس صدقيني لو ثبت لي عدم صحه كلامك ده انا مش هفوت الموضوع على خير، وهيكون حسابك معايا كبير قوي. عزمي ليه موجود يا انسه؟ انت راجل؟ قصدك ايه بالسؤال ده؟ عزمي ليه ما بيقابلش رجاله؟ روح البس جونيله وحط باروكه ونخليه يقابلك. انا البس جونيله واحط باروكه؟ انت عارفه بتكلميني يا انسه؟ يعني هو بكلميني انت تقومي؟ كده انا هوريكي شغلك. انت تقومي من هنا؟ ده انا بدي على وشك. طيب غلطت تاني. كنت اتمنى ان اول زيارة ليك عندي ما تبقاش في الظروف دي، بس معلش الجايات اكتر من الرايحة. طيب انا هكون موجود فين وانتوا بتتكلموا مع بعض؟ هتكون موجود جوه في اوضة نومي. اوضة نومك؟ ايه مالك؟ اتخضيت كده ليه؟ لا ابدا، بس هي فين اوضة نومك دي؟ جوه الناحية التانية. طيب انا هسمعكوا ازاي وانا بعيد كده؟ اصل اوضه النوم بتاعتي فيها تلفزيون مونيتور داخلي، يعني موصولين بكاميرتين فيديو هنا في الصاله، كده بالشكل ده ممكن تشوف وتسمع كل حاجه. لا 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 ما تتعبش نفسك، انا مخبياهم مش هتشوفهم. طيب انت ليه بتعملي الحكايه دي يعني؟ بتسلح لما بيبقى في عندي ضيوف، بسيبهم هنا لوحدهم وبخش جوه اوضه النوم، بالشكل ده بعرف بيقولوا ايه عني وانا مش موجوده. افهم من كده ان القعده اللي احنا قاعدينها دي يعني بتتسجل؟ وفيها ايه؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ لا مفيش حاجه غلط، يعني الساعه دلوقتي 9 ولسه ما جاش، ما افتكرش انه ممكن يجي. انت مستعجل ليه؟ ما تقلقش زمانه جاي. لا مش مهم تعرفي انا مين، المهم تعرفي ان جوز حضرتك موجود دلوقتي في شقه نورهان. نورهان الممثله الفاشله دي صاحبه البوتيكات. لما حضرتك هتروحي لهم هتعرفي هو بيعمل ايه بالظبط. لا 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 معلش يا مدام اعذريني، اصل دي حاجات ما تتقالش في التليفونات، دي تتشاف بس. روحي شوفي. لا 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 العنوان ما يتوهش، 25 شارع شجرة الدر، الدور السادس. باي باي يا مدام، باي باي، وعلى فكرة أنا آسف للإزعاج، مع السلامة. بقى عاملة لي كمين يا ست نورهان أنت وعزمي بيه. عم حسين، عم حسين. أيوة يا ست عم حسين. أيوة يا ست هان. مساء الخير يا حسين. مساء النور يا فندم. البيت طبعًا فوق. دقيقة واحدة وهندهولي. لا يا راجل، على إيه؟ أنا طالعة عاملة له مفاجأة. نام يا عم حسين، كمل نومك، كمل نومك يا عم حسين. يا خراب اسود، رحنا في داهية. فات أكتر من ساعة دلوقتي ولسه ما جاش. ما افتكرش إنه هيجي بعد كده يا نورهان هاني. بس ده أكد لي إنه جاي، أكيد زمان. ما افتكرش في داعي نستمر في اللعبة السخيفة دي أكتر من كده. عن إذنك.
يا ريت حضرتك تستنى 10 دقايق بس. اهو جه اهو. مش قلت لك؟ طب اتفضل حضرتك. على فين؟ على اوضه النوم. اتفضل. لازم اوضه النوم يعني؟ ما تخافش. اتفضل. شيمالي لو سمحت. مدام سهير، اظنك مستغربه انك شايفاني هنا دلوقتي. لا ابدا، اهلا وسهلا. انا اسفه اني طبيت عليكي كده من غير ميعاد. لا اسفه ايه، البيت بيتك. طب مش تقولي لي اتفضلي. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، اتفضلي اتفضلي. مراتي ازاي؟ ده ازاي؟ هو فين؟ هو مين؟ الاستاذ عزمي جوزي. وايه اللي هيجيب جوزك عندي في شقتك؟ ما هو انا نازله من بيتي على ملا وشي متبهدله يا مدام عشان اسال حضرتك السؤال ده. طب ايه اللي يعني هيجيبه هنا؟ يا مدام مفيش داعي للانكار، عربيته تحت في السواق بتاعه. ما اقول لك ايه يا مدام سهير، ما تيجي تتفضلي نقعد واشرح لك الموضوع. ما افتكرش الموضوع ده يا مدام يتشرح. واحده لقت جوزها في شقه واحده ثانيه، يعني تقول تشرحي ايه والباب ايه يا شيخه؟ اوعي. انت عصبيه كده. ما تسيبي الدنيا. اسمعيني بس. اسمعيني. يمكن يا مدام. يا مدام سهير. لن. مساء الخير يا عزمي بيه. مساء النور يا سهير. هو ده الشغل اللي حالك نفسك فيه ليل نهار؟ هي دي المسؤوليه والمعاناه اللي بسببها مش عارفين نتلم عليك؟ سهير واضح انك فاهم الموضوع غلط. يا سلام على البجاحه يا اخي، بقى قطعت في اوضه نوم الهانم وعايز تقولي ان انا فاهم الموضوع غلط؟ امال وقت انا فاهم الايه؟ مستني مترو الانفاق. ما تشرحي لها الموضوع يا ستي، فهميها ايه اللي حصل. الله يخرب بيت معرفتك. ميرسي يا مدام سهير. الحكايه انا مش جايه اسمع حكايات، انا جايه اخد بيه ونروح للمأذون علشان يطلقني. مأذون ايه وطلاق ايه بس يا سهير؟ ما تخافش يا استاذ، هي كلها نص ساعه ورجعك للمدام عشان تقعدوا على راحتكم. قدامي قدامي. يلا قدامي. لا ولا قوه الا بالله يا ستي، افهميني. لا هفهم ولا احباب، هتمشي قدامي ولا صرخ ولم عليكم الناس وهتمشوا. لا لا خلاص 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 خلاص. يلا قدامي. عجبك؟ مبسوطه؟ اديني جيت اظبط البيت، اتظبطت انا شخصيا. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، هو يوم اكبر. يلا يا اخويا قدامي. طلعني 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 طلعني. يا شيخ صلي على النبي واخز عين الشيطان، ده عزمي بيه راجل دغري وامير، وان كان حصل حاجه انا غلطه ومش هتحصل تاني. ايه يا بني ادم اللي انت بتقوله ده؟ وازاي تحشر نفسك مش حاجه عائليه وشخصيه؟ يا سعاده البيت خالص، اقعد مطرحك. حاضر يا سعاده البيت. كيف يا سهير؟ طلقني يا عزمي. طب الكاب الاول هطلقك هنا على رصيف. الكاب يا سهير الكلبي. اوعى ايدك من عليا. اطلع على البيت. على المأذون. هجيب منين مأذون فاتح دلوقتي؟ خلينا نروح في الليله السودا دي وبكره يحلها حلال. ما تطلع انت راخر. يلا. فين البيبي يعاني؟ ايه بس اللي انت بتعمليه ده يا سهير؟ اوعى. هتروحي فين كده في عز الليل؟ هاخد العيال واروح عند ماما لحد ما توصلي ورقه الطلاق. ليه بس كل ده؟ عشان مش هقدر اقعد معاك تحت سقف بيت واحد. يا سهير العيال داخلين على امتحانات، والشحطات اللي انت بتعمليها فيهم دي هتاثر عليهم. ما لو كان لهم قصد يهتم بيهم وبمصلحتهم ما كانش عمل اللي عمله. طيب خليكي انت قاعده وانا اللي همشي. ابدا. ما قلنا خلاص انا اللي هتهبب وامشي. بس انا عايز افهم، انت عرفت منين اني كنت عندها؟ يا سلام، هو ده كل اللي يهمك في الموضوع؟ لا ابدا، بس اصل محدش يعرف اني كنت رايح لها. لا يا استاذ، الظاهر ان نجمك مكشوف، لان واحد اتصل بيا في التليفون وقال لي على كل حاجه. مين ابن اللي؟ تلاقي واحد من معجبين الست هانم شافك معاها وغار عليها، حب يطبقها فوق دماغك ودماغها. بس هعرفها. بابا بابا مش هتمشي وتسيبنا بجد يا بابا؟ معلش حبيبي، لغايه ماما اعصابها ما تهدى. لا يا بابا خليك معانا، ما تمشيش. طب ادخلوا انتوا قولوا لها، ادخلوا قولوا لها ما تخليش بابا يمشي عشان خاطرنا. حاضر يا بابا. بس يا ولد انت وهي مالكوش دعوه بالموضوع ده خالص. مالناش دعوه ايه بس؟ ما هو كله بيقف ودماغنا في الاخر. خلاص، انت
اسيب لكم البيت وخليه هو اللي معاكم. يعني لازم حد فيكم يمشي يا ماما؟ ايوه. ليه بس؟ لان ابوكم غلط في حقي غلطه كبيره لا تغتفر. معلش يا ماما، سامحيني عشان خاطرنا. ابدا. وبعدين ما فيهاش حاجه، يعني هو كان بابا هو راجل يكون مراته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما فيش حاجه من اللي انتوا سمعتوها دي حصلت خالص. امكم يا ابني مش فاهمه وبتتصور حاجات ما حصلتش ملهاش وجود. بتصور حاجات ما حصلتش ملهاش وجود؟ اقول اللي انا شفته. شفت ايه بس؟ ما انا شرحت لك كل حاجه واتضح لك ان مفيش حاجه في اي حاجه. استوري علينا بقى العيال واقفه. والنبي ايه؟ متصور ان الكلام المفابك ده ممكن يدخل دماغي؟ الله، ما تصلوا على النبي يا جماعه، انتوا تتخانقوا تاني؟ لا هيتخانق ولا يحزنون، انا سايبه لكم البيت وماشيه. يا ستي انا اللي همشي وهغور في 60 دقيقه، ويا رب اموت عشان انت تستريحي. ما تعيطوش يا ولادي. احنا بنعيط يا بابا. ما انا عارف ان محدش طايقني في البيت ده. خالد، منى، صدقوني مفيش حاجة من اللي قالتها ماما دي حصلت. أنا ما عملتش ولا بعمل أي حاجة غلط. أما ليه بس حكاية إنها ظبطتك في بيت الممثلة دي؟ يا ابني افهم أنت آخر. الحكاية وما فيها إن الست دي جت للمكتب عشان. عشان إيه؟ مفيش دي تفاصيل مش لازم انتوا تعرفوها خالص. مش عارف يا بابا بصراحه، انت موقفك ضعيف في الموضوع ده. ولد انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ يلا خد اختك وادخلوا على اوضتكم ذاكروا. يلا 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 يا خالد، احنا مالناش دعوه بالمواضيع دي، سيبيهم هم يحلوا مشاكلهم بمعرفات. استني بس. طب لو سمحت يا بابا، هات مصروفي الاسبوع الجاي مقدم. وعايز مصروفك مقدم ليه؟ انت هتسيب البيت اهو ومش عارف هترجع امتى. نتسوح احنا بقى وناخد بابا طول ما انت غايب. تقولي انت مش 100 مره انبي عليك، مش عايز اسمع منك الالفاظ الغريبه اللي بتقولها دي. ناخد بومبا ونتسوح ونتفرقع، بتجيبوا الكلام ده منين؟ يلا يا منى خلي الليله دي تعدي على خير. هي امو هي اللي بتعلمهم الكلام الغريب ده. اعوذ بالله. سهير خد القرشين دول خليهم معاك. مش عايزه منك حاجه. يا ست بلاش عند، خليهم معاك لاي طارق. ما تعيطيش يا سهير عشان خاطر حقك عليا، ما تزعليش. معلش يا سهير. لا مش عايزه حاجه منك. طيب خلاص. يا عمي انا ما غلطتش في شكريه، دي بقت عصبيه وبتتنفس من اقل حاجه. يعني تشك فيها وتتهمها بالخيانه كل لحظه والثانيه وتقول لي ما غلطتش. اعمل ايه يا عمي؟ بحبها موت. وهو اللي يحب حد يتهمه بتهمه بشعه بالشكل ده؟ اعمل ايه؟ الشك بكويني والغيره بتقطع في معانيعي. غيره من غير سبب تبقى قله ادب. تقدر تقول لي يا استاذ يا محترم ايه السبب او ايه الدليل اللي مخليك بتشك فيها وتتهمها على طول بالخيانه؟ انا الحقيقه ما عنديش دليل تحت ايدي يعني، بس ايه؟ انا دايما عندي احساس انها بتخوني او انها لازم هتخوني. يبقى انت راجل مش واثق من نفسك وعندك مركب نقص وضعالة شأن واضمحلال في الشخصيه. الله الله الله، انت بتهني يا عمي. انا مش بهينك، انا بواجهك بحقيقه نفسيتك المعقده عشان ما تخربش بيتك بايدك يا تافه. خلاص يا عمي انا ما عدتش اضايقها ولا ازعلها تاني، بس ارجوك عشان خاطري خليها ترجع معايا. مستحيل، لانك في كل مره بتقول نفس الكلام وما بتنفذوش. طيب خليني استسمحها وهي ترجع معايا. قلت لك مستحيل. ليه بس يا عمي؟ لان هي مش هنا من اساسه. امال فين؟ معرفش، البنايه خرجت امبارح وقالت انها رايحه الخياطه ومن ساعتها ما جاتش لحد دلوقتي. بتقول ايه؟ مراتي خرجت من امبارح، مراتي بقيت بره. لا، وقعدت تتطفح في وشي وتقول لي هات التليل هات التليل. انت هتشك فيها تاني يا ولد. هتشك فيها تاني يا ولد. لا، انا هصرخ فيها المسدس ده واشرب من دمها. دعوني انتقم. اجتماع المحررين كمان نص ساعة، بلغتهم مستنيين حضرتك في صالة التحرير. اعتذر لهم. الغي الاجتماع. اجليلي بكره او بعده.
الله، طب ليه كده؟ تعبان يا البهان، مش قادر اتكلم مع اي حد ولا اتناقش في اي حاجه، مفهوم؟ الله، طب ما انا سامع حضرتك بتزعق لي ليه دلوقتي؟ انا اسف يا ستي، حقك عليا. اتفضلي روحي قولي لهم الكلام اللي بقول لك عليه ده. حاضر. استني، ما تدخليش اي مخلوق ايا كان وايا كان السبب اللي جاي علشانه، حتى لو قال لك ان مبنى المؤسسه هينهد على دماغي اللي فيه، مفهوم؟ امبارح بالليل الحكومه ظبطته. ايه؟ الحكومه ظبطته؟ لا، الحكومه مراته. ظبطته فين؟ في شقه نورهان الممثله. يوه، وعاديكم بقت فضيحه بجلاكل، ربنا ما يورينا ولا يوري السامعين. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ عزمي اي نعم راجل شديد وقاسي في شغله، لكن طول عمره راجل محترم، وعمره ما كان بتاع الحاجات دي خالص. انت كمان مش مصدقني يا حمدي؟ طب اساله القسط حسين السواق بتاعه، اهو كان مستنيه تحت وشاف وسمع كل حاجه. الكتب المشهور. يبقى هو النجل الجبان. صباح الخير يا عادل. دخلت هنا ازاي؟ من الباب. امال الهانم اللي بره دي بتعمل ايه؟ مفيش حوانم بقى، وبعدين الله، ايه المواد اللي بقى يخليك تبقى قابلني بيها دي؟ معلش انا اصلا كان عندي اجتماع محررين مهم، وكنت قايل لها ان هي ما تحاولش تدخل لي. ما تتضايقش، انا مش هعطلك كتير، انا جايلك في حاجه مهمه وماشي على طول. طب انا هستاذنك بس لحظه صغيره وراجع لك على طول. اتفضل. كنت فين يا انسه؟ في دوره الميه. بتهددي ايه في دوره الميه؟ يعني هكون بلعب تنس؟ انت هتهرجي معايا؟ الله، جرى ايه يا استاذ عزمي؟ كل انسان من حقه يروح دوره الميه طالما ان ظروفه الداخليه تستدعي ده. اهو سعادتك في دوره الزفت دخل عليا ناس مش عايز اقابلهم. طب وانا اعرف منين ان في ناس هتدخل وانا هناك؟ خلاص خلاص، بعد خمس دقايق تدخلي عليا تقولي لي الاجتماع هيبدا. هيبدا ازاي؟ انت مش قايل لغيه؟ يا ستي هنقول كده بالكذب، بالكذب عشان تمشي. طيب طيب فهمت. انا ما اقدرش استحمل القرف ده، انا ما اقدرش استحمل القرف ده، شحط المطر كل شويه. لا اوريك هنحرمه عليك، شحط الميه كمان. لا هي فين؟ مين؟ كوجاك؟ لا، رامبو المنتقم. على من نطلق الرصاص؟ يا وسادي الحقني يا عزمي. ايه ده؟ في ايه؟ انت مين يا جدعان؟ مش فاكر ناس يا عزمي؟ انا جوز الست، انا القبله. القبله؟ وعايز ايه يا قبل؟ جاي انتقم لشرفي. شرفك؟ انت زعلتي فتحي بيه في حاجه؟ ما بيقولش عليا انا، بيقول عليك انت. انا بقى بتخونيني وتبهدليني علشان نجل زي ده؟ احترم نفسك يا جدع انت وبلا صورة لسان. وانا لسه طولت لساني ولا عملت حاجة؟ ده انا هقطعكوا حتت واشرب من دمكم. تقطع مين وتشرب من دم مين؟ ده تك 60 مصيبة يا مكعبة. يا دي الفضايح، عاجبك كده يا ست شكرية؟ الله يخرب بيتك وبيت معرفتك انت والهلف ده. لا بقول لك ايه، ما تشتموش، انا بس اللي اقول له الهلف. هلف؟ انت بتشتمني كمان؟ بقى اسمع يا جدع انت، خد مراتك من هنا وغرفه 60 داهيه، يا هطلب لك الامن وادخلك السجن على اللي انت بتعمله ده. خليك واقف مطرحك وتشاهد على روحك.
ايه؟ مال المسدس؟ مش عارف، الظاهر انا نسيت اعبيه ولا حاجة، مش عارف. ولا ايه كده؟ هو يمكن الزرار ده. زرار ده؟ انا مش فيه. انا بقيت دور عافيك. لا لا يا ممنوع تفرج معاه، ده فين يا ممنوع؟ قلت لي الحزام بتاعه لونه ايه؟ قلت لك اسود، اسود ومنيل ب 600 نيلة يخرب بيوحكم. ده نهارنا احنا اللي اسود. يا وصيبتي يخرب بيتك، انت كويت طماط حزام اخضر وحزام ابيض، قوم ده تكسبتيني مصيبه على بخت الاسود. قتلته؟ يا حلو يا عبدي بقى ملك الحديد. فجأنا ايه يا فنديه؟ ده احنا طلعوا ضربيه شوارع. ايه اللي بتقولي ده يا سعاد؟ ما تجيب بوس. ايه اللي بيحصل ده يا استاذ عزمي؟ معقوله الفضايح دي كلها تحصل علنا جوه جورنال محترم؟ يا فندم الحاجات اللي حصلت دي كانت بسبب شخص تافه مهووس، انا ماليش ذنب فيها. طب سيبك من اللي حصل امبارح وفسر لي معنى الجواب ده. معقولة يوصل استهتارك يا أستاذ لدرجة إنك ما تقراش الأوراق اللي بتبعتها لي قبل ما تبعتها؟ لدرجة إني بدل ما أقرأ تقرير عن نشاط المؤسسة في الساحة الإعلامية أقرأ جواب غرامي بعتهولك صحفية ناشئة. عارف تفسير ده إيه يا أستاذ عزمي؟ ملوش غير تفسير واحد بس، إن حضرتك بتستغل وظيفتك في إنشاء علاقات غرامية ملتهبة. لا مش صحيح، انا مش مسؤول عن تصرف طايش عملته بنت مراقة، واللي حصل ده ممكن يحصل مع ناس تانية كتير. واللي حصل في شقة الممثلة ممكن برضو يحصل مع ناس كتير تانية. حقيقة يا استاذ عزم المدام ظبطتك في شقة الممثلة اياها؟ يا فهمي بيه، حصل ده ولا ما حصلش؟ حصل، بس مش بالصورة اللي حضرتك متخيلة، ده كان مجرد سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ كل الحاجات المخجلة اللي بتحصل دي وتقول سوء تفاهم؟ على فكرة أنا نسيت أقولك إن في شكاوى كتير اتقدمت ضدك. شكاوى ضدي أنا؟ أيوة. شكاوى من مين؟ من صحفيين وزملاء ليك في المؤسسة. مين بالظبط؟ مش مهم مين، لأن أغلب الشكاوى غير موقع عليها. وبيقولوا إيه بقى في الشكاوى دي؟ اللي قالوه ما بعدش كتير عن اللي حصل فعلا. على أي حال سواء ده كان حصل او ما حصلش، فالشكاوى دي برضو كانت حجيلكم، لان اللي بعتوها دول ناس محترفين حرب وهجوم على اي شخص ناجح بيحاول يتفانى في عقله. يا استاذ عزمي يا فهمي بيه، الستات والمواقف اياها دي كانت مجرد سبب بيتلككوا بيه علشان يهاجموني، ولو ما كانوش لقوا السبب ده كانوا هيتهموني بمليون سبب تاني، والحمد لله انها جت على الستات احسن ما كانوا يتهموني بالسرقه والرشوه واستغلال النفوذ زي ما حصل مع ناس تانية كتير قبلي وغيري. بصرف النظر عن الشكاوى والتقارير اللي اتقدمت في حقك، فده ما ينفيش ان في حاجات حصلت فعلا قدام الكل وانت نفسك ما انكرتهاش. يا خساره يا عزمي، احنا كان اختيارنا ليك على اساس سمعتك واخلاقك العاليه، لكن للاسف فهمي بيه، يا اما حضرتك تديني فرصة اشرح لك حقيقة كل اللي حصل، يا اما انا بقدم لك استقالتي دلوقتي عشان اعفيكوا من اي حرج وتشوفوا حد تاني غيري تكون سمعته انضف. خلاص فصلوك؟ ما ترد عليا تقولي حصل ايه؟ بقولك ايه يا سعاد، ابعدي عني السعادة عشان دماغي مش رايقة ومش مستحمل كلمة من حد. يبقى فصلوك. تفرق معاك الحكاية دي كتير؟ مش الفكرة، بس مش معقول كل ما نتعود على قرف حد يبدونا بغيره بقى، يا عالم اللي جاي ده يعمل فينا ايه راخر. سعاد اطلعي برا دلوقتي وما تدخليليش اي مخلوق وما تحوليليش اي مكالمة، مفهوم؟ لا مادام بتتكلم بالثقة دي بقى يبقى ما فصلوكش. مش شغلك يا سعاد. على رأيك هو يعني كان جورنال ابونا؟ خلاص البنت دي ضربت خلاص. صباح الخير يا انسه سعاد، ادي اليوم اللي مش فايق. ايه
يا صباح النور والهنا. ممكن اقابل الاستاذ عزمي؟ بصي يا انسه، انا شخصيا ما عنديش اي مانع، بس هو الاستاذ عزمي اللي قال لي ما دخلش اي حد مهما كان السبب. طيب ممكن تقولي له ان انا اللي عايزه اقابله؟ يمكن يغير رايي. انت شايفه كده؟ عندك مانع؟ لا انا شخصيا ما عنديش اي مانع. لحظه واحده بلغه. الأنسة اللي بترمي نفسها جد، أخليها تدخل تقابلك ولا نقيس ونمنعها؟ جرالك إيه يا سفاد؟ أنت بتعملي كده ليه؟ بعمل زيها. زي مين؟ الأنسة راوية المنتحرة الهائمة. الأنسة راوية؟ خليها تتفضل زي بعض. كده؟ أنا برضو قلت كده. يا سلامي بتحطنا الهجرة. صباح الخير يا استاذ عزم. صباح النور يا انس روح. اتفضلي اقعدي. قريت حضرتك اللي اديتهولك؟ قريت. ماما، هو بابا هيفضل كده غايب علينا على طول؟ مش عرفني، مش هو اللي خلع في وشه وشرخ؟ هو انت كمان يا ماما كبرت الموضوع زياده عن اللزوم. بقول لكم ايه، ما حدش يكلمني في الموضوع ده خالص. عايزين تشوفوه وكلموه، خلوه جيلي. يجيلكم، يجيلكم انتوا. طب ماما ما تقومي تكلميه انت عشان خاطرنا. ابدا. شوف يا روية، بصرف النظر عن مشاعر ناحيتي، وسواء كانت المشاعر دي حقيقيه ولا لا، فانت لازم تعرفي ان العلاقه الوحيده اللي ممكن تربط بينا هي علاقه رئيس التحرير بصحفية تحت التمرين. انت ليه بتحاول تصدني وتبعدني عنك؟ انا ما بصدكيش، انا بس بحدد لك وضع كل واحد فينا بالنسبة للتاني. وهل وضعك كرئيس تحرير يمنع وجود اي مشاعر بينا؟ مش بس وضعي كرئيس للتحرير، ده في حاجات تانية كتير قوي. ايه هي؟ بيتي، اولادي، مراتي اللي انا مرتبط بيها من سنين، واللي من حقها تمتلك كل مشاعري مش بس جزء منها. انت عاوز تفهمني انك بتحب مراتك وسعيد في حياتك الزوجية؟ شوف يا روية، بشكل عام مفيش واحد سعيد في حياته الزوجية، بس الحب اللي انا بحبه لمراتي يختلف كتير عن شكل ومعنى الحب اللي انت تقصديه. الحب ملوش غير شكل واحد. لا غلط، الحب له اشكال تانية كتير، وباذن الله لما تحبي انسان وترتبط بيه سنين طويلة هتعرفي ساعتها شكل تاني للحب. يمكن بيبقى شكل اهدى من الحب العنيف اللي جوه قلوب الشباب، بس بيبقى حب اقوى وأعقل، وهو ده الحب اللي بيحتاجه الناس اللي في ظروفي وفي سني. بتعيطي ليه يا روية؟ لأنه أنت بتحاول تبعدني عنك، خليتني أحبك أكتر. بس يا بنت بلاش لعب عيال، أنت لسه شابة صغيرة وقلبك كله حيوية وشباب، وبكرة هتحبي مليون مرة وهفكرك. مستحيل هلاقي حد زيك واحبه. هتلاقي حد زيك انتي وهتحبيه اكتر. انا هستنى منك الاسبوع اللي جاي اخبار وتحقيقات احسن من اللي فات، بس ارجوكي بلاش الجوابات الملونة، الاحسن كانت هتوديني في داهية. مع السلامة يا روي، مع السلامة.
ازيك يا سوير؟ جبت ورقه اللحمه، قصدي ورقه الطلاق. طيب رد السلام الاول. ورد السلام ليه ما دام هنتطلق؟ الاولاد ما رجعوش من المدرسه. بتسال على الولاد ليه ما دام هنتطلق؟ تعالى هنا، انت كنت فين الايام دي كلها؟ وده يهمك في ايه ما دام هنتطلق؟ لا يا استاذ يهمني قوي، انت ناسي انك لسه على ذمتي؟ يا هانم لازم تعرفي ان ايدي اللي على ذمتي مش انا اللي على ذمتك. والله دي كلها شكليات، المهم في الاخر ان احنا هنتطلق. تعالى هنا، انت رايح فين؟ هغير هدومي اللي عليا بقى لها اسبوع. يا سلام بالبساطه دي. ايوه بالبساطه دي. امال انت متصوره ايه؟ هقدم لك طلب واخد اذن وانا جوه بيتي؟ يا استاذ ده بيتي انا، مش هتخطي خطوه من هنا الا لما تطلقني. طيب تعالى. في نفس المكان ده مركب زي اللي احنا فيها دي. قلت لك لاول مره بحبك يا سوير وعايز اتجوزك. ايوه فاكر، بس انت ايه اللي فكرك بالحاجات دي؟ انا عايز ارجع حبنا بتاع زمان، الحب السخن طايش المجنون. عايزين نفرق المشاكل ونسجل الموت ونسوح كل الاحزان. يلا يا قلبي يا قلبي.